فل. وطب منا قول لنا ايه الاخبار؟ مساء الفل عليك كازم العزيز ابراهيم. بالتاكيد من مقر اقامه منتخبنا الوطني في الكويت، يعني يمكن نازلين مع المنتخب في نفس الفندق، لكن خليني اقول لك المنتخب في حاله لوحده، في دور لوحده، تامين كامل للدور، ممنوع اي حد يمر، ممنوع اي حد يقرب من لاعبي المنتخب. يمكن بيشوفوهم هم نازلين التدريبات، هم نازلين راجعين من التدريبات، لكن اثناء تواجدهم داخل الفندق ما فيش اي تواجد لمنتخبنا الوطني خالص، لكن احنا بالفعل موجودين معاهم في الفندق. طيب اخد منك بقى تفاصيل وصول بعثه المنتخب الى اللحظه الحاليه فيما يتعلق ايضا كمان بالبرنامج للتدريبات. اتفضل يا صلاح. خلينا نقول لك احنا وصلنا مطار الكويت الساعه 1 برئاسه المدير التنفيذي الاستاذ وليد العطار. يمكن كان استقبال جيد جدا من السفاره المصريه والمسؤولين هنا في الكويت لمنتخبنا الوطني. يمكن البعثه من ساعه ما نزلنا ارض المطار حتى خرجنا من بره المطار ما كملناش 10 دقائق. الحقيقه استقبال جيد جدا، يمكن تنظيم كل كبيره وصغيره خاصه بالمنتخب هنا في الكويت. يمكن التدريب النهارده كان الساعه 7، كان تدريب قعد حوالي ساعة ونص تدريب. كان مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إجهاد اللعيبة من السفر والصحيان بدري النهاردة. التدريب كان خفيف بس كان مدته ساعة ونص شوية، ما كانش فيه إجهاد، ما كانش فيه حمل زيادة تدريبي على اللاعبين. النهاردة وصل للمحترفين، وصل طارق حامد، وصل أحمد حجازي، بعدهم وصل كوكا. الساعة 7 وصل إلى مطار الكويت، وصل لمقر منتخبنا محمد النني اللي كان يعني عمل مشكلة النهاردة بوجوده مع الحاضرين في مطار الكويت. التصوير عمل زحمة وعمل قلق كبير جدا، عشان كده إدارة مطار الكويت قالت بكره محمد صلاح هيوصل الساعه 3 الا ربع على مطار الكويت. هيكون ليه ترتيبات خاصه، هيكون ليه ممر خاص او لاين خاص كده بعيد عن كل الموجودين في المطار، هيخرج من باب بعيد عن كل المتواجدين داخل المطار. بكره ان شاء الله هيكون التدريب في ملعب الكويت الكويتي اللي كان موجود برضه في نفس الملعب النهارده، هيكون الساعه 5 بتوقيت الكويت. خليني اقول لك الاجواء هنا اجواء رائعه جدا، درجه الحراره رائعه جدا زي مصر، ما تختلفش كتير جدا في الفتره ديت. الهدوء تام داخل المعسكر هنا، اجواء رائعه. يمكن الحاله بقى اللي اقول لك عليها اللاعيبه خلال رحله من القاهره للكويت للفندق، اجواء حماسيه، مباراه بلجيكا مباراه قويه جدا، اجواء حماسيه، حاله من الحب بين اللعيبه كلها. اللعيبه كلها بتتكلم في الداري كده يا ابراهيم بلغتنا يعني عن الجهاز الفني بكل حب، بيتكلموا عن المدير الفني، بيقول لك راجل مختلف، راجل منظم جدا، راجل شغله جيد جدا وفارق جدا مع لعيبه المنتخب. طيب خليني اسالك، امتى باقي اللعيبه هتوصل؟ هل في موقف معين فيما يتعلق بالاصابات؟ اي ايضاحات فيما يتعلق بهذه الجزئية؟ وبرضو بسألك على البرنامج اليومي التدريبي للمنتخب. هو لحد دلوقتي النهارده كان التدريب الساعه 7، بكره التدريب الساعه 5، ده البرنامج اللي اخذناه لحد دلوقتي. لكن خليني اقول لك المحترفين اللي وصلوا النهارده، بكره محمد صلاح هيكون موجود، ما فيش اصابات اعتقد يعني واضحه في صفوف منتخبنا. اللعيبه كلها النهارده كانت في التمرين، ما فيش اي حاجه. يمكن التنظيم بقى، خليني اقول لك عن التنظيم، اداري جيد جدا للمعسكر، اعتقد بنسبه كبيره المعسكر هيبقى ناجح جدا هنا في الكويت. يبدا المعسكر النهارده، هينتهي ان شاء الله بمباراه بلجيكا يوم الجمعه ان شاء الله، والفريق هيغادر الكويت يوم السبت، اما فريق بلجيكا هيغادر بعد المباراه مباشره الى قطر ان شاء الله لاول مباراه امام منتخب كندا، ثم مباراه المنتخب المغربي. خلينا نقول لك يمكن النهارده التلفزيون المغربي اعلن انه هينقل مباراه مصر وبلجيكا على الهواء يوم الجمعه ان شاء الله لمشاهده منتخب بلجيكا، هتكون مباراه مهمه جدا. يمكن اللعيبه كمان مهتمه بالمباراه واجواءها ونجومها ونجوم بلجيكا، اللعيبه كلها مهتمه النهارده للمشاركه في هذا اللقاء ان شاء الله باذن الله. صلاح بشكرك شكرا جزيلا، تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب، وبكره ان شاء الله يكون معانا برضو رساله شفافه. فبشكرك شكرا جزيلا صلاح.